مع عم عبدو سارة تحلو وتنعنع. رمضان هيحلى معاه، رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبدو عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. شغالة يا رضا، خليها بالله عليك يا رضا. النهارده يا جماعه احنا على مصرف كومومبو في منطقه ابو المطامير محافظه البحيره، علشان كان في صديق قال لي ابقى اقول انت فين بالظبط. احنا النهارده طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، 24 رمضان، وطلعنا نصطاد قرموط. القرموط يا جماعه اللي عايز يصطاد اليومين دول، ده موسم قرموط، الموسم اللي هو قبل التكاثر. في ناس طبعا بتقول لي صور بالنهار، احنا القرموط يا جماعه عندنا في المياه بتاعتنا ما بياكلش بالنهار، نادرا 1% 1 في 1000 لو كلب النهار. فاحنا بنطلع للقرموط بالليل، الساعتين دول هنقعدهم اللي هم ايه بدري بدري كده، ونروح علشان نتسحر. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا النهارده معايا اخويا بدران ابو نوح. بدران ابو نوح صاحب محل الياسمين يا جماعه في خوش عيسى في محافظه البحيره، راجل محترم ولا نزكيه على الله، وراجل كويس وابن حلال، ومعاه طبعا بقيه الشله اللي ما بتحبش تتصور. خليكم معانا وليلتكم زي العسل، ادعوا لنا يا جماعه. الشاي يا ابو احمد يا كريم يا رب. نعمل الشاي الاول ولا نقطع؟ يا ساتير تقول يا رضا، انا خايف اولع في الهدوم يا رضا اهو. بس سيبه بقى عندك انت يا عبود الرضا، حنش يا عم ده بتاع حلوق. يلا يا مسهل يا مسهل حال يا رب. شافك يا ماما، شافك يا ماما يا كريم يا رب. ده في كمية تراميط في المية دي، ماشي كويس. تعال خد في العفش، نور على العفش كده يا باشمهندس. في زوم على فكرة، بالراحة. اوعى يسلك نفسه، طلع هو المفروض ان انا نمشي معاه. لا طلع، في زوم يا باشمهندس في الكشاف. طلع من العفش ده عود، بس ماسك في عفش. ماسك في عفش، لف على شويه عفش ابن الايه. شوف لا أوه. طلع هاته على هنا بالراحه عشان تشوف هو ونصيبه. ده مصحي يا رضا. ايوه شايف الشغل اللي انا عم بعمله دي. تمسك العود هاني؟ اه لبل ما ينزل هنا نمسكه بس ولا نرفعه. دور غله ده ولا ايه؟ دور غله. حلو، نقول لك دكتور مجات من خيار العود دي. على مالك يا معلم؟ صدق ما يسرق، قال العود ده دكتور مجات من خيار. استنى عشان نوري العود ده للمشاهدين عشان ما حدش يشتريه. العود ده يا جماعه انا شاريه على اساس انه كربون 80%، اول طلعه تاني طلعه بيه. ده اعفى عود ممكن حضراتكم تشوفوه في السوق. اللي هيشتري عود من ده يا جماعه فلوسه حرام اهو. كسر قدام حضراتكم في قرموط كيلو ونص، مارينا مش عارف ايه كده، اقول لك كربون مش عارف كام في الميه وحوارات تعبانه. اتكسر قدام حضراتكم، دي طن طلع اطلعها بيه. وريني الكسر كده يا معلم اهو. كسر دلوقتي طلع السمك. وقطم خيار، قطمه مفيش هزار اهو. ده تاني طلع يا جماعه اطلعها بيه والله اهو. محدش يجيب ايدان من دي. ده مش كسر كمان، ده حاجه انا بضرب من ايه، كسر غريب قوي. هو ميسرة قال لي بيقطم قطم خيار. ده عود ده يا اخي. انا عامل قناه الصيد يا جماعه علشان قلت قبل كده اكون مرايه الصياد، اكون انا مرايه الصياد. طبعا الواحد بيتعلم في الدنيا يا ما يعيش ويتعلم. طول ما انت عايش ربنا ادينا واديكم الصحه وطولة العمر هنتعلمه. انا في حياتي يا جماعه والله العظيم انا عندي 50 سنه، لو قلت لحضراتكم انا بصطاد سمك وانا عندي 10 سنين وبصطاد مع معلمين، عمري في حياتي في خلال ال 30 سنه اللي انا اصطادتهم بعود قبل ما العيدان دي تطلع، والله العظيم ما كسرت غير عود واحد.
وكسرته انا اتغبيت عليه. انما العود ده يا جماعه الامانه تحتم عليا، انا ما اعرفش والله العظيم شركته ولا في اي ضغينه بيني وبين حد. ولكن يا جماعه ده عود ده وغالي، العود ده وغالي. العود ده يا جماعه انا برفع عليه قرموط ما يجيش كيلو، حضراتكم شفتوه. سيب الكشاف. لقيت العود اتكسر كسر. شوف حضراتكم ثبت اهو، قطم خيار اهو. فانا الامانه تحتم عليا ان انا اقول لكم العود ده يا جماعه، اللي يقول لك كربون ومش كربون وبطيخ، العود ده يا جماعه اللي معاه فلوس حرام يشتري عود زي ده، مش ضرب في حد. وعلى فكره والله الامانه برضو تحتم عليا كده، رغم ان انا الناس كلها عارفه ان انا ما عدتش بعمل اعلانات. ميسره يوم ما اشتريت العود ده اللي بعته لي قال لي اعمل عليه شغل، مش ميسره، ميسره شافه معايا يوم العزومه قال لي يا عم عبده العود ده بيقطم قطم خيار. وفعلا يا جماعه قطم خيار. فالعود اللي قبله العود يا جماعه العيدان ده ما اشتريهاش خالص، ده ورقه ب 270 جنيه ولا 280 جنيه، ده حرام، الناس غلابه. يلا ليلتكم زي العسل. يا لعيب يا كبير قوي. تعال لم خلوصك، لم البوش، انزل تحت يا باشمهندس. تعال هو بس ماسك في العفش على مهله. يا خد عافي، خلي بالك. ايوه ما هو حلو. بالراحه يا كريم. انا هنا املك. لا انا هنا املك. لا لم بس البوش يا باشمهندس. بسم الله ما شاء الله، والله رموط حلو يا باشمهندس على مهله. على مهله يا باشمهندس، عشان ده جاب عفش ياما معاه. سلك له بعصايه. بعصايه ازاي دي؟ حتى ما فيش شوكه سلكوا له بيها. بص يا باشمهندس لم البوش. ايوه لم البوش. اللهم صل على النبي. لم شويه من المكنه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ده وحش. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بس يا باشمهندس اهدى اهدى اهدى، اوعى تمسك. امسك كده يا ابو سالم. لا ما تخافش، اوعى تمسك الخير يا عم. اهدى اهدى بس. اللهم اكبر عليك وحش. اللهم صل على النبي. ده حته بتاعها يا باشمهندس، ده حوت. هو الله اكبر. سيدي اعف. اللهم صل على النبي، ده وحش يا عم. طفك الشبكه وسلم معلش. اللهم صل على النبي. نور الله احمد عليه. بس يلا سر الغلاف يا رضا بالمر. ماشي بس عبو. اللهم صل على النبي. عليك كراكه. اوعى تمسك الشعر. امسك يا رضا. رضا عبود اخوك. نطلع انت لا وراك يا عبدو. وحش يا عبدو. اوعى تلمس الشعر. اوعى تيجي جنب الشعر. اكبر يا احمد شويه. ايوه اكبر يا راجل. اكبر يا احمد. اكبر من التاني. ده وحش يا رب. بسم الله ما شاء الله. صور فيديو يا رضا. الله اكبر. اللهم صل على النبي. والسناره للتلاتي. بياخد فين في العفش؟ بص بص. تعالى يا سلام. تعالى يا سلام. دي عود بمية جنيه، موضوع مش غالي ورخيص، بس اهو اطلع ورفع عليه كمان. اطلع نفس الوقت. طفك الشعر. موضوع مش موضوع ريال غالية ولا رخيصة. اكوا مارينا المعفن اللي ما كانش حد بي. والله كنت شارب 85 جنيه والتاني شارب 275 جنيه. ده بلح، بس انا سيبته لما بلح على بطني. يا كريم يا رب. نمبر 3 نمبر 4 انزل مكانك، انزل مكانك بتولع كريم. العود اللي معاك ده كده عبوده؟ ده اللي بتاع زمان اللي كنت بنشتغل بيه للبنه الغلبان اهو. اكوا مارينا قدام اكوا مارينا برضه، بس الدايموند ده كنت شاريه ب 85 جنيه، رفع مره واحده بقى ب 250 وخلص في السوق. نزل منه اصدار تاني ما جربتوش ب 175 جنيه ال 4 متر و7 سم ده. يلا على بركه الله. ان العود يا ريت حضراتكم تهتموا بها اليومين دول. طبعا يا جماعه احنا نازلين اليومين دول بالمصران. الميه يا جماعه يا ريت حضرتك تكون جنب منك ميه يكون فيها عفش، وتكونش ميه واسعه، تكون ضيقه. زي ما قلت في الفيديو اللي فات عن صيد القرموط، ان القرموط بيطلع في المرحله في الوقت ده على الميات الضيقه بيكسر، يا اما في اماكن فيها عفش كتير، يا اما في بعد ما يخلص خلاص بجحر كده في بطن الشط وتلاقيه بيفرخ فيه.
فحضرتك لو نزلت اليومين دول بالمصران تنزل تدور على مصرف في عفش، لو لقيت حته متر كده متر بس سقط فيها الفله، مشنقه القرموط يا جماعه اليومين دول الغماز، الفله يعني مشنقته، لان القرموط بياكل باطرافه كده، فعشان الغماز بيشد في حضرتك كده، لو جبته لحقته لحقته ما لحقتوش بيروح، انما الغماز بيملى معاك بترد ماله. يا ريت يا جماعه تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معانا في القناه، ليلتكم زي العسل، كل سنه وانتم طيبين. اسحب يا اسحب اسحب بس بالراحه، اسحب بالراحه، مش على الاريا، مش من الاريا، مش لعلك شيله من شعره وكفيه. بالراحه هيضيع منك كده، بالراحه سيبه سيبه يريح شويه ويسترجل. طب اللهم صل على النبي. ده حلو 100 100. نجرب من التاني. يلا اطلع هطلع على الارض كده. ها حد على بركة الله على مهلك. كشفك معاك؟ معايا كشفك شغال اهو، بس شوف واخد فين؟ القرموط فين؟ ايوه هناك هو منور شايف؟ اه واخد تحت العفش، شعر بسيط جدا. عيب هنا عيب هنا العفش ياما، العفش ياما هو سلك العود ده الويندر. ها؟ لا العود اللي زي اللي معاك اللي انت لسه مصور، باخد بواحد اللي هو الدام دي دايمونت دي. والله العظيم عيدان ثمنها حلال، والله يا باشمهندس ثمنها حلال اهو، ده اتقل من الشام. شيلوا على الشعر، شيلوا على الشعر احسن، هو مش شعرك كويس. علي مالك عشان دي شوك يا عم عبده، شوك شوك. ايه بقى بوع يا عم الحاج؟ الله ينور يا ابو احمد، الله اكبر. شيلك العود، كميه قراميط يا جماعه بتاكل الليله دي، والله العظيم كميه كبيره، يعني احنا مش ملحقين التصوير، لو كل قرموط بيطلع هنصوروه معانا بدران، والله خد 7 قراميط وانا خدت 4 كله شغال بيرزق من شنب. وبص بص في السناره فين مصرانا، سبحان الله وما فكش يا اخي. احنا على بره على بره يا كريم يا رب. ما شاء الله بيتكم عسل. شدك اه يا جماعه، حصيله النهارده بسم الله ما شاء الله، حاجه الله اكبر، وقراميط حمراء من القراميط اللي تكيفك. شوفوا يا جماعه الليله دي ليله كانت جميله، والله العظيم يا جماعه كلنا خدنا قراميط، يعني في بدران تحت بقول له تعالى علشان نختم، قال لي ده انا بعيد، والله خد 7 قراميط، وانا في واحد وقع مني مش قراميط يا جماعه، ده عجول عجول. بص حضرتك القرموط قد ايه، حاجه الله اكبر الله اكبر، وحش مش قرموط. يلا ليه اهو حاجات اوزان كبيره واوزان حلوه، يعني مسليه، ميه مسليه وجميله. ثواني يا ابو النهارده يا جماعه احنا اتسلينا وخدنا كميه قراميط، يعني احنا مش عايز اقول لك، يعني القراميط اللي قدامنا تيجي 10 كيلو، يوم القرموط ده حاجه وزن كبير اهو، وبدران واخد له بتاع 5-6 كيلو، الله اكبر، يعني حاجه كويسه والله، مسليه والميه جميله. واللي هيطلع على الميه اليومين دولت ويكون صيادي يا جماعه، علشان ابقى صادق معاكم، لان صيد القرموط بيحتاج حرفه. في اخر الفيديو يا جماعه بشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا في الفيديو الجاي تحت لحضراتكم، ومع الف مليون سلام. السلام عليكم.